نعرف ما كتب في الأدب الروسي حينما قال تشيخوف: لقد توفيت منذ دقيقتين، وجدت نفسي هنا وحدي مع مجموعة من الملائكة وآخرين لا أعرف ما هم، توسلت بهم أن يعيدونني إلى الحياة من أجل زوجتي التي لا تزال صغيرة وولدي الذي لم يرى النور بعد. لقد كانت زوجتي حاملا في شهرها الثالث. مرت عدة دقائق أخرى، جاء أحد الملائكة يحمل شيئا يشبه شاشة التلفاز، أخبرني أن التوقيت بين الدنيا والآخرة يختلف كثيرا، الدقائق هنا تعادل الكثير من الأيام هناك، تستطيع أن تطمئن عليهم من هنا. قام بتشغيل تلك الشاشة فظهرت زوجتي مباشرة تحمل طفلا صغيرا. الصورة كانت مسرعة جدا، الزمن كان يتغير كل دقيقة، كان ابني يكبر ويكبر وكل شيء يتغير، الحياة تتغير. غيرت زوجتي الأساس، استطاعت أن تحصل على مرتبي التقاعدي، دخل ابني المدرسة، تزوج إخوتي الواحدة تلو الآخر، أصبح للجميع حياته الخاصة. مرت الكثير من الحوادث، وفي زحمة الحركة والصورة المشوشة لاحظت شيئا ثابتا في الخلف يبدو كالظل الأسود. مرت دقائق كثيرة ولا يزال الزر ذاته في كل الصور والزوايا، كانت تمر هناك السنوات، كان الظل يصغر ويخفت. ناديت على أحد الملائكة، توسلت إليه أن يقرب لي هذا الظل الذي أراه جيدا. لقد كان ملكا عطوفا، لم يقم فقط بتقريب تلك الصورة، بل عرض المشهد بذات التوقيت الأرضي. ولا أزال هنا قابعا في مكاني منذ 15 عاما، أشاهد هذا الظل يبكي فأبكي. لم يكن هذا الظل الذي يبكيني سوى أمي، سوى أمي، هي من تذكرتني دائما وأبدا في كل الأيام والليالي. أنطوان تشيخوف، الأدب الروسي. تابعنا لكل جديد، ولا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى تفعيل زر الجرس، لا زال ذلك الظل يتابعني.